لما تبقى الدنيا متلخبطه معاك ترجع للاساس كويس. ترجع الاساس ده كل لعيب في مكانه ماشي، كل لعيب يؤدي بطريقته ومع الوقت كل واحد هيرجع مستواه بشكل تدريجي، وده شيء طبيعي جدا. وخد بالك اللي قاله الخواجه في المؤتمر هو مظبوط، ان طبيعي دي الكوره، وان طبيعي ان بعد ما الناس ترجع ده في الوقت ده كله الفترة اللي فاتت دي كلها، ان ده يبقى الطبيعي. وخد بالك مش النادي الاهلي بس، النادي الاهلي وفرق كتير يعني ماشي. كل الفرق يعني بس النادي الاهلي كمان عنده حاجة كويسة او ميزة، ان هو بيكسب نقاط وهو مش في احسن حالاته. كويس، بس النقطة دي برضو ممكن يترد عليها على اساس ان برضو الفرق الكبيرة زي مثلا النادي الاهلي، نادي الزمالك، بيراميدز، فرق كبيرة عموما يعني عندها البدائل. يعني لو احنا قلنا مثلا النادي الاهلي ناقص النهاردة 2-3 لعيبة، المستوى الفني ما بيطلعش كل ماتش زي متفقين. انما انت عندك بدايل، بس احنا اصلا رجعنا بالبدايل. حضرتك لما رجعت بعد الكورونا رجعت بالبدايل، لو جيت بصيت للفرقه الناس الثلاثه اللي تحت خط الفيرود الاساسيين مش موجودين. ايوه رمضان ما بقاش موجود معاك، كهربا مش موجود معاك البديل الثاني، وحسين الشحات مش موجود معاك، فده الخط ده الخط يعني اللي تحت الفيرود الاساسي، الثلاثه مش موجودين. مظبوط. الناس اللي موجوده هي دي اللي كانت البدايل. أيوة. هو الطبيعي ان يبقى عندك واحد واثنين وثلاثه، وده اللي موجود. خلي بالك برضو احنا بنعمل روتيشن، ولكن انت عملت روتيشن اوريدي برقم اثنين، مش انا برضو مش حابب اسمي اثنين وثلاثه عشان أيوة. هم أيوة. النادي الاهلي المفروض اللعيبه اللي فيه تبقى كلها تقدر تشيل على مستوى واحد، ولكن ده طبيعي جدا. انت النهارده جيرالدو ايه يعني مشاركاته كانت قد ايه؟ الشيخ كانت مشاركاته كانت قد ايه؟ قفشه لعب في مكان مش في مكانه، جونيور هنكمل بمناسبه احمد